يا سلام على الأب والأم اللي بيحبوا ولادهم محبة حقيقية. الولد لما اطرد من المدرسة والناظر قال على الولد إنه ده مش نافع كده، صار في يوم من الأيام أحسن مخترع واخترع المصباح الكهربائي أديسون. قصة من القصص المشهورة. نمرة واحد، يرعى بالحب. نمرة اتنين، إن الرعاية ليست وظيفة. الوظيفة دي اللي بناخد عليها فلوس. بشتغل، يقول لك فلان ده بيشتغل بالساعة، الساعة بقد كده. دي الوظيفة. لكن الرعاية معناها شخص بيحط قلبه من أجل من يرعاه. بيحط قلبه. المسيح نفسه قال لنا كده، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أنا هو الراعي الصالح. فالرعاية مش وظيفة ولها مرتب، الرعاية قلب، إنسان بيقدم قلبه. وعشان كده في مسيحيتنا يا أحباء يوجد تكريس. حتى الأب الكاهن اللي مسؤول عن أسرة طبعا وهيعيش، مش بنقول عليه مرتب، مش بنقول عليه، بنقول يسميها البركة. ما بنقولش كلمة مرتب خالص. فالراعي هو الذي يقدم القلب، يبذل القلب. بيعجبني كتير خالص وأظن بيعجبكم كلكم الدكتور مجدي يعقوب، مش كده؟ طبيب القلب المشهور ده. ده هو طبيب قلب لكن بيبذل قلبه من أجل الأطفال. وقال لازم نعالج الناس سواسية في العلاج والمرض، ما فيش غني وفقير في العلاج والمرض. ربنا يحفظكم جميعا، كل الناس زي بعضها. وابتدى يعمل سلاسل الأمل، chain of hope، سلاسل الأمل في العالم كله، جمعيات عشان ترعى الناس وترعى الأطفال، وسماها سلسلة الأمل، زي عندنا في أسوان وزي المبنى الجديد اللي بيعمله في أكتوبر. وربنا يديله الصحة وخدمته المتسعة والمنتشرة في بلاد كتير. نمرة ثلاثة، في الراعي الناجح هو الراعي الذي لا يهرب وقت الأزمات. راجل شاطر سواء هو أو هي، لكن بيقف، بيعرف يسد، وبيعرف يتصرف، ولازم يتصرف، ولازم ينجح العمل اللي بيعمله. عنده نوع من الشجاعة، مواجهة المواقف. ده بعض المشكلات نلاقيه ساب البيت ومشي عشان واجهت البيت مشكلة ولا اتنين. طب وبعدين؟ وتسمعوا عن تعبير من التعابير الجميلة الاجتماعية، المرأة المعيلة. المرأة المعيلة اللي هي المرأة المسؤولة عن بيت. وعندنا في مصر نسبة كبيرة جدا المرأة هي سواء بشغلها، سواء بحكمتها، سواء بطريقتها، سواء بأسلوبها، سواء بصبرها، بتربي وتكبر وبتفرح. ومرة من المرات كانوا بيحتفلوا برئيس لأمريكا جديد، فعملوا له حفلة كبيرة كده بمناسبة اختياره. ف جه وحضر، وبعدين راح قاعد في الكرسي رقم اتنين، ساب كرسي نمرة واحد. فقالوا له هو في حد أعلى منك هيجي؟ قال لهم آه، اللي ربطني أمي، بس لأنها مريضة فحركتها محدودة، فأنا قاعد مستنيها. ولما جت دخلت وقعدت في المكان الأول قبليه، لأن هي كانت راعية صح، ربطه صح رغم الضيقات الكتيرة اللي تعرض ليها. كمان الراعي الصالح، الراعي الصالح في بيته، في كنيسته، في فصله، في تعليمه، هو الراعي الذي يعيش بالأمانة، الأمانة الشاملة. وزي ما الإنجيل بيقول لنا مبدأ الحياة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. عبارة لحياتنا كلنا الأمانة. الأمانة في كل حاجة، الأمانة مش في الفلوس بس، الأمانة في العلاقات، والأمانة في الأقوال،
والأمانة في التصرفات والأمانة في العين والأمانة في الود والأمانة في الإيد وهكذا. صفة كمان من صفات الراعي الناجح إنه بيقدر يشبع ولاده في بيته. في مدرس كده تلاقيه بنحب الحصة بتاعته، بنحب المحاضرة بتاعته، وفي مدرس من أول 5 دقايق يقول إمتى يخلص إمتى يروح. في طريقة حلوة. في أب وأم دخولهم البيت مفرح، وفي واحد يدخل البيت بس البيت يتكهرب ويحصل فيه كده طوارئ، إعلان الطوارئ جوه البيت. خد بالك، كن راعي إنك مفيد ومشبع للي بترعاهم من كل ناحية، من كل حاجة. كمان صفة من صفات الراعي الناجح إنه يرعى بفرح، يرعى بفرح، فرحان بالصغير اللي عمال يكبر، وفرحان بالولد وبالبنت، وفرحان بالفصل بتاعه، فرحان بالرعية بتاعته، فرحان بكل واحد فيها، وفرحان، وبالتالي ليس عنده أي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير. هو فرحان بيعمل العمل بتاعه، هو فرحان.